السكر موجود بكتير من الأطعمة يلي منتناولها بحياتنا اليومية، ولكن شي مرة فكرنا فعلا قد هي كمية السكر يلي عم نحصل عليها من غذائنا؟ أكيد لا. ولهيك قررنا اليوم نعرفكن على كمية السكر الموجودة بالأطعمة العديدة يلي عم ناكلها كل يوم من دون ما حتى نحس فيها. فتعوا معنا بجولة صغيرة على بعض الأطعمة لنعرفكن على كمية السكر الحقيقية الموجودة بقلبها. فمثلا عنا هالكباية من المشروبات الغازية يلي بتحتوي على 10 مكعبات من السكر ما يوازي 160 وحدة حرارية. كتير من الأشخاص بيتناولوا كوبين من المشروبات الغازية على الغداء وكوبين على العشاء، فيعني تقريبا عم بيحصلوا على 640 وحدة حرارية من دون ما يكونوا لا أكلوا ولا شيء ولا حصلوا على أي من الفيتامينات والمعادن. وكمان عنا هيدا الانرجي بار اللي بقلبه 6 مكعبات من السكر وكمان بقلبه الدهون، وهيدا الانرجي بار اللي كتير من السيدات بيتناولوه صباحا اعتقادا منهم انه حيخفف لهم من وزنهم، ولكن بدل منه بنصحكم انه تاكلوا وجبة فطور متكاملة بقلب النشويات البروتين واللي هي بتكون بتشبعكم وغنية بالمواد الغذائية لإلكم. وكمان في كتير من الأطعمة اللي بناكلهم وما بنعتبرهم تسلية وبنتناولهم بالمكتب أو بالبيت وهني ما بيكونوا لا غدا ولا عشاء ولا حتى بنعتبر حالنا أنه أكلنا شيء. ومثل هيدول الأكلات والمشروبات عنا هيدا البسكوي، 4 حبات من هيدا البسكوي بتحتوي على 5 مكعبات من السكر. عنا هاي كباية العصير يلي بقلبها 7 مكعبات من السكر. كمان هيدا الشوكولا يلي بقلبه الكراميل والفستق بيحتوي على حوالي 13 مكعب من السكر والكتير من الدهون المشبعة يلي بتضر بصحتنا. بالإضافة لهيدول عنا هيدا البونبون يلي بقلبه 12 مكعب من السكر، وعنا كمان هيدا اللبن المحلل العادي اللي بيحتوي على 7 مكعبات من السكر. بالمقابل عنا الأطعمة الصحية واللي فينا ناخدها كسناك وهي بقلبها عدد قليل من السكر، مثل هيدا اللبن المحلق اللايت اللي بقلبه 3 مكعبات بس من السكر. هيدا الكورن فليكس اللي بقلبه كتير من الألياف والفيتامينات بيحتوي على 4 مكعبات بس. وطبعا الغذاء المتوازن هو بالفواكه، الفواكه اللي بقلبها 3 مكعبات من السكر بالموز ومكعبين من السكر بالتفاح. وبدي شدد انه هيدا السكر الموجود بقلب الفواكه هو من النوع الجيد مش من النوع السيء يلي بيضر بصحتنا. بكتير من الأحيان نحنا بناكل الشوكولا، البسكوي، العصير، نرجع منتناول اللبن المحلى، وهيدول الأكلات ما بيشبعونا ولا بيعطونا الكتير من الفوائد. فكرمال هيك بنصحكم أنه نستبدلون بالأطعمة الغنية بالمواد الغذائية مثل الفواكه، الكورن فليكس واللبن المحلى اللايت.